بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جاءني سؤال يقول: هل تناول البنجر يحسن من الأداء الرياضي؟ الجواب نقول إنه البنجر أو الشوندر أو الشمندر كما يعرف في أسماء مختلفة يحتوي على مادة النترات وهو غني جدا بها. مادة النترات يستطيع أن يحولها الجسم إلى مادة النتريك أوكسايد وهي مادة موسعة للأوعية الدموية، ومع توسع الأوعية الدموية يزداد تدفق الدم بما يحمله من أكسجين ومواد غذائية. ولتشير هذه الدراسة في الحقيقة إنه مادة النتريك أوكسايد توسع الأوعية الدموية كما قلنا، تزيد تدفق الدم، تخفض الضغط الدموي الشرياني، تفيد بشكل كبير جدا في أمراض القلب والأوعية الدموية. سبحان الله. ليس هذا فقط، وجدوا أنه مع تحسن قدوم الأكسجين، مع تحسن قدوم المواد الغذائية نتيجة تحسن تدفق الدم الناجم عن توسع الشرايين، فإنه هذا يزيد من أداء العضلات وقدرتها على التحمل، ويزيد من الأداء الرياضي والإنجاز الرياضي بإذن الله سبحانه وتعالى.